مهما كثرت أعمالك وازدحمت عليك في هذه الحياة، حاول وانوي بقلبك أن تكون العشر الأخير من رمضان خاصة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. لا تنشغل بأمور الدنيا التي إذا ربحت فيها المال قليلاً فإنك ستخسر الأجر الكبير عند الله سبحانه وتعالى. وشمر بالطاعات وشمر بكل خير في هذه العشر، أكثر من الصدقات يا من تتصدقون، أكثر من القربات إلى الله يا من تتقربون إلى الله، أكثر من صلة الرحم، من الاستغفار والأذكار ومن قراءة القرآن، أكثروا من الصلاة على النبي العدنان، وأكثروا من الصلوات من قيام الليل وغيرها من السنن في هذه العشر. فلتكن ليالي العشر من رمضان ليال حية بالنسبة لنا على المستوى الشخصي وعلى المستوى الأسري وعلى المستوى العام، ولنعش لحظاتها الروحانية حتى نستطع أن نعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة وعلى روحانية عالية تقربنا إليه سبحانه وتعالى. اعلم أيها الكريم أن الإنسان إذا خرج من الشهر ولم يغفر له أو يرضى الله عنه فهذا يعتبر من الخسران. يقول عليه الصلاة والسلام: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف، من أدرك رمضان ولم يغفر له، ها هي العشر تأتي إليك لكي يغفر الله لك، فكن من المشمرين وكن من عباد الله سبحانه وتعالى في هذه العشر، وكن ممن يعيشون لحظاتها الروحانية نهارا وليلا ليختم العشر بخير وتكون الأعمال بالخواتيم أحسنها.